بسم الله الرحمن الرحيم. الروح القدس إله الواحد أمين. هكلمكم النهاردة عن موضوع مهم قوي، إزاي الواحد يحتفظ بسلامه، يعني إزاي الواحد ما يضطربش وينزعج، وما أكثر الأسباب التي تؤدي إلى أن الواحد يبقى مضطرب وخايف وقلقان ومحبط وعنده اكتئاب. كل ده مترادفات. يعني أول حاجة احفظوا معايا لأن هنقول نقط كتير. أول حاجة تخلي الإنسان مضطرب، الإنسان اللي واقع تحت سلطان الخطية، الإنسان اللي مش تايب، اللي أصبح تعود على الخطية أيا كان نوعها، زي ما الإنجيل قال لا سلام قال إلهي للأشرار. طول ما واحد عايش في شرور مختلفة، طول ما هو عمره ما هيبقى عنده سلام. الأشرار كالبحر المضطرب لا يستطيع أن يهدأ، يعني ما يقدرش يهدى، حتى لو حاول يبقى هادي غصب عنه ما يقدر طول ما عايش في الشر. وبالتالي اول علاج مهم للشخص منزعج، اذا لقيت نفسك منزعج دور على سبب او على خطيه وتوب عنها. تاني حاجه تخلي الواحد منزعج ومضطرب وفاقد سلامه الخناق. اي اتنين يربوا خناقه في البيت خلاص الجو اتعكر، اي اتنين اصحاب اتخانقوا، اي في الاسره الخناق. طبعا الواحد ما خلاص اتعكر، خلاص اتوتر، فقد سلامه. ولذلك موضوع الخناق ده كتير واسبابه كتير، اسريا وعائليا وعلى مستوى الناس اللي تعرف بعض. ولكن هقول بس نصيحتين. اول حاجة اتعود تعتذر بسرعة، اذا ادركت انك اتورطت وغلط كن سريع الاعتذار، وثق انك انت لما هتعتذر بسرعة انت الكسبان، انت اللي هيرجع لك سلامك. تدريب اعتذر بسرعة، الموضوع بدأ يتطور وابتدى الصوت يعلى والتدريب اللخبط على طول انا اسف. في مرة ابونا مخيل ابراهيم له قصه معروفه، انه كان في طفل صغير في الهيكل بيعمل شقاوه، فقال له يا ابني اطلع بره. جه في اخر القداس وراح مناديه وعمل له مطانيه وقال له يا ابني سامحني وبس ايده قدام الناس. ابونا قال له بتعمل كده ليه؟ قال له انا كنت بقول الكلام ده بعد نياحتي يعني، لكن انا بشوف ملائكه في الهيكل بتاخد الطلبات وتطلع، لما انا قلت له يا ابني شخطت فيه كده وهو طفل صغير زعلت الملائكه مشيت، فانا بعتذر له عشان يرجع لي حالة القداسة اللي انا فيه، حالة السلام. اتدرب على انك تعتذر بسرعة. وفي ناس ما بتعتذرش ابدا وخلاص تقتنع انها لازم تعتذر، وتيجي تعتذر تلاقي الموضوع انا هعتذر وليه؟ ما كفاية سلمت عليه، ما كفاية، كأن الموضوع كبير. هي ما تربتش على كده انها تعتذر من وهي صغيرة. زي مثلا قصة كده عن واحد طفل في الهيكل عمال يعمل شقاوة، فظهر ابونا او سيدنا كان موجود فقال له بص لو عملت شقاوة تاني مش هتتناول. فالواد قعد يعمل شقاوة اخو طفل، فجاء ابونا عايز يناوله، فراح قال لابونا التاني اللي معاه ايه بص روح قول له اعتذر لابونا وهو يناولك ما تعملش كده تاني. فراح قال له حبيبي انت عملت شقاوة مش كده؟ مش ابونا قال لك ما تعملش شقاوة؟ قال له اه. قال له طب يلا اعتذر له عشان تتناول، عشان هو قال لك لو قلت تعمل شقاوة مش هتناول. قال له لا مش هعتذر. قال له مش هتتناول. قال له مش مهم. فطبعا تتوقع ايه من الطفل ده لما يكبر؟ مش هيعتذر، هيبقى عارف انه غلطان وواجب الاعتذار. ولذلك ربوا ولادكم على الاعتذار، الاعتذار يعيد للنفس سلامها. اعتذر بسرعة وكن مصالحا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق، يعني على قد ما تقدر ما تسيبش الخناقة تطول. لو زعلت في الأسرة بلاش الموضوع يقعد يوم اتنين وتلاتة واسبوع واتنين، كل ما الموضوع يتفض بسرعة، حصله هيتفض هيتفض، ومن مصلحتك انه يتفض بدري، فخلص شوف نتردى ازاي وخلص. اي حاجة بتخلي الواحد يفقد سلامه بسرعة ويضطرب وينزعج الخناق. حاجة كمان مهمة قوي تعيد الواحد سلامه،
مدرسة الصلاة، لما تلاقيك خلاص بقى لخبطت خالص واضطربت متضايق ودمك متعكر، في ايه؟ مش من عندي انا، ما عنديش تليفونات، انا قافل تليفونات. كويس، خليهم مع بعض. مدرسة الصلاة، الانسان لما يكون متضايق قوي ومنزعج جدا وحاجة كبيرة واتخط يقعد يصلي. هحكي لكم قصة من الكتاب المقدس كان فيها، بس اطفوا الأجهزة دي، اطفوا السماعات، لا الموبايل مقفول، أنا عامله فلايت مود. هحكي لكم قصة من الكتاب المقدس كان فيها داود في حالة نفسية سيئة جدا، يعني مفيش أوحش من كده. داود ابنه اللي هو ابنه أبشالوم عمل عليه ثورة، والثورة دي يموته. الأول وقف قدام القصر وكل واحد داخل عنده مشكلة يقول له صدقني لو كنت أنا الملك كنت أحل لك مشكلتك، بس أنا مش الملك هعمل إيه؟ واستمال قلب الشعب وراه. كل الناس تقريبا بدأت تحب أبشالوم، أو كتير من الناس، لم ناس حواليه. وبعدين جه في يوم وقال له انا رايح اقدم ذبيحه، وراجع تاني ومشي وجاب جواسيس وقال انا ملك، اضربه بالابواق قولوا ان انا ملكت. وسمع الكلام ده داود ابنه عامل ثوره عليه، ثوره عليه يعني يموته، يعني هيجي يضرب ابوه يقتله. فداود يعني ابني يموتني، يا طب ولو انا يعني غلبت هعمل ايه؟ ما هو يا قاتل يا مقتول، هموته، الاثنين اوحش من بعض، يا هو يموتني يا انا موته. فكانت نفسيته وحشه قوي. قال ساعتها المزمور اللي احنا بنقوله في صلاه باكر، يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني، كثيرون قاموا علي، كثيرين يقولون لنفسي ليس له خلاص بالهي. اللي هو ايه؟ ايه ده؟ ابني قايم عليا. وبعد شويه جاله خبر اوحش، قال له عارف اهم واحد مستشارك الحربي اسمه أخي توفل انضم لأبشالوم، انضم لأبشالوم ابنك كمان. أخي توفل راح لأبشالوم، يعني خيانة من ابني ومن أقرب واحد ليا، يا نفسيته سيئة جدا. فخارج حافي وبيجري ويلا نجري بسرعة، بس قال كلمة، قال له يا رب حمق يا رب مشورة أخي توفل، ما قداميش غير أنت، أنا ضعت، ما قداميش يا رب غير أن أنت تحمق مشورة أخي توفل. فأخي توفل ده لأنه عارف الأسرار العسكرية راح قال لداود، راح قال لأبشالوم دلوقتي والملك هربان بيهجم عليه دلوقتي، لو عملت كده دلوقتي هتعرف تموته وتعرف تموت كل الجيش اللي معاه وتبقى أنت الملك. أبشالوم قال له لا لا الكلام ده مش مظبوط، لما نجمع الجيش ونهجم. الحقيقة أن أخي توفل كان بيتكلم صح جدا، بس التاني ما عجبوش الكلام دي من عند ربنا، دي مجرد أن هي السكينة جت على رقبة داود فصلى وقال له يا رب اتصرف، فقال المشورة الصح ما عجبتش، لدرجة ان التاني من كتر حزنه على انه مش سمع كلامه راح شنق نفسه. مش بس شنق نفسه، يفهم انه تدارك ان 100% الثورة هتبوظ لانه مش هيسمع كلامي، وبعد شوية داود هيرجع تاني وهيموتنا، فخدها من قصرها وموت نفسه. لما تزنق قوي مفيش غير الصلاة، مدرسة الصلاة، حمق يا رب مشورة اخي توفي. وفي الصلاة نكون متأكدين من استجابتها. ابتدى المزمور يقول لماذا كثر الذين يحزنوني، كثيرون قاموا علي، وفي آخر يقول إيه؟ أما أنت يا رب فترسل لي، أنت هو ناصري، أنت مجدي ورفع رأسي. مع أن لسه مش باين لها صبح، لكن هو خلاص مفيش حد غيرك هينقذني، هي قفلت، أنت وأنت بس. ولذلك مدرسة الصلاة تخلينا نحتمي في ربنا لما تكون المشكلة لا حل لها. في حاجات ممكن نفكر نعمل ايه، وفي حاجات ما فيش حاجة تعملها خلاص. اذا كانت المشكلة من النوع الذي لا حل له، تحتمي في قدرة الله وتكون واثق فيها. كم مرة يعني احد الاباء بيكلم احد الاباء تاني، مشكلة كبيرة، وبعدين بيقول له مش عارف نعمل ايه، ما فيش بقى غير الصلاة. فرد انا مش ممكن كنت حاضر الحديث، قال له هي دي شوية
بتقول ما فيش غير الصلاة كده كأنها يعني حاجة تحصيل حصر. طب لعلمك أهم حاجة هتعملها في الموضوع ده إن أنت تصلي، يمكن كل اللي هتعمله مش هيجيب نتيجة، ده ما هو مش نافع مع الموضوع ده إلا الصلاة. فالصلاة بثقة تحرك جبل المقطم، مش دي حصلت في التاريخ؟ هو لما حطوا السكينة على رقبتهم إن ما كنتوش هتنقلوا لنا الجبل هنموتكم، كان هنعمل إيه يعني؟ مفيش غير الصلاة وزودوا عليها الصوم. عشان كده بنيجي في الصوم الكبير ونقول الصوم والصلاة هما اللذان عمل المعجزات، نقعد نقول في القسمة نجى دانيال ونجوا ونجوا ونجي ونجي، وهم الصوم والصلاة اللي بيحلوا لنا كل مشكلة. فإذا لقيت نفسك مضطرب جدا ومش عارف تعمل حاجة، امسك في سلاح الصلاة، وإذا لزم الأمر الصوم كمان لو كان الموضوع كبير. الصوم والصلاة قدر يغير ناس ما كانش ممكن يتغيروا، زي أوغسطينوس لما أم مونيكا قعدت تصلي له ما كانش باين خالص إن ده ينفع منه رجع، لكن أم أوغسطينوس لما قعدت تصلي له جابت نتيجة. صلاة الشهداء من أجل واحد اسمه أريانوس، اسمعوا عنه. أريانوس ده اللي عذب المسيحيين، أشهر واحد عذب المسيحيين في تاريخ الكنيسة. الشهداء لما شافوه كده قالوا إحنا هنصلي لك، أنت إن شاء الله هتبقى شهيد زينا، يعذبهم أكتر ويموتهم. لكن اتحقق الكلام في الآخر، أريانوس بقى شهيد. إزاي بقى شهيد؟ كانوا بيعذبوا واحد فالسهم رجع فيه وطير عينه، فالشهيد قال له بعد ما تموتني الأول موتني عشان أضمن أروح السماء، خد من الدم بتاعي وحط على عينيك وأنت هتخف. فحصل كده، فاستجاب قلبه وآمن بالمسيح وقال لهم أنا مسيحي. قالوا هنعذبك، قال لهم ده دي لعبتي ما يهمنيش، عذبوا براحتكم. طب ما في ناس كتير من القديسين لسه النهارده كنا في سيره قزمان ودميان، كان مرض شديد، قال لهم اشفوني، فصلوا له اتشفى، بعد ما اتشفى رجع يعذبهم تاني. اشمعنى اريانوس استجاب؟ للصلاه؟ لان الشهداء كانوا صلوا له، قالوا له احنا عايزينك تبقى معانا، احنا مستخسرين نبقى في المجد ده كله وانت اللي اديتنا البركه دي كلها، انت السبب في كل الشهداء، اشهر شهداء الكنيسه استشهدوا وتعذبوا على ايدين دقلديانوس، فاحنا بصراحه مستخسرينك، احنا هنصلي لك بجد تبقى شهيد معانا. فكانت صلاتهم خلت الموقف لما يحصل يستجيب. طب ما ياما ناس من اللي بيعذبوا لما الملاك يشيهم يزدادوا تعسفا اكتر، اشمعنى ده استجاب؟ لان كان ورا صلاه. الصلاه غيرت قلب اكتر من الحجر. سلاح الصلاه ايضا عشان تستعيد سلامك، لا تلتفت للافكار السلبيه. يعني ايه؟ يعني في واحد عز ما هو تعبان يجي له واحد يكمل عليه. تسمعوا عن ايوب؟ ايوب دخل في تجربه قاسيه جدا، فقد كل حاجه، خد اولاده وخد فلوسه وخد كل حاجه وساب له مراته. يعني طبعا التجربه قاسيه، الشيطان خد منه كل حاجة ومراته قصد يسيبها له. ليه قصد يسيب له مراته؟ لأن مراته كانت بتزود عليه الضغط. عارفين كانت تقول له إيه؟ أأنت متمسك بعد بكمالك؟ بارك الله وموت، أنا لو منك بقى بلا ربنا بلا سيبك منه، روح موت. طب يعني التجربة دي نعمل إيه؟ ما التفتش ليها. تصور لو كان سمع كلامها فعلاً. يجب وانت محبط ما تستجبش للأصوات المحبطة، تتجاهل الناس المتعبة وانت تعبان، ما تديش ودنك ليهم. ده انت ممكن وانت منفعل ومضطرب تدي ودنك لواحد يزود لك الاضطراب في 10. يقول لك شفت كمان حصل ايه، شفت قناة ايه قالت ايه، شفت الاخبار، انت مضطرب شوية وهو يكمل عليك. ما تديش ودنك لحد ياخدك في اتجاه سلبي وانت منزعج، هيكمل عليك خالص. زي واحد بيقول له واحد انا حاسس قلبي بيدق كده ومش عارف، قال له انا اعرف واحد عمل كده بعد نص ساعه مات. يعني هيخده اكتر ما مخدود. يعني ما تديش ودنك لواحد بيزود الانفعالات اللي عندك وكان فاكرها حاجه بسيطه لكن طلعت حاجه كبيره. انت لازم ما تسكتش، هو اساسا يعني يضرب له يخضوا اكتر. ما تديش ودنك وانت منزعج لواحد يكمل يرفع لك التون الانزعاج. يقول لك اهرب لحياتك، لا تقف في كل الدايره،
خلاص الناس دول هيزودوا الانفعالات عندك، يبقى تبعد. كثيرون يقولون ليس له خلاص، مش كنا بنقولها في المزمور، ليس له خلاص بإله. في كتير يقول لك ها هيعمل لك يا ربنا ولا حاجة، عمل لهم الناس اللي ماتت واتذبحت ولا حاجة، يكمل عليك تقول ده باين فعلا ربنا نسينا، ده باين ما فيش ربنا. تبتدي تصدق وانت منفعل وتعلي تون الانفعال، ربنا نسيني، ربنا بينتقم مني. ابدا. في واحد اخبار يجيب لك اخبار مزعجه، شفت فلان عمل ايه، ده اشترى بيت وانت لسه ما خدتش القرض، مش كده تتضايق؟ ملاش دوش، ما اسمعش، هيزود الاخبار المتعبه. لا تلتفت الى من هو مزعج وانت منزعج، ده بقى اللي يسموه تلم على خيب الرجاء. واحد فعلا يعني حظه وحش والتاني هيكمل عليه فيزود الحزن عنده. عشان تخرج من الانفعالات والتوتر، في حاجات ممكن تتأجل. يعني تلاقي واحدة متكركبة وعايزة تنظف البيت وعايزة تجيب الواد من المدرسة وعايزة مش عارف تعمل ايه، تعدي على البنك وعايزة تعدي تشوف اربع خمس حاجات، فتلاقيها متوترة ورابكة الدنيا معاها. الموضوع عايز تنظيم، بس لو نظمت الدنيا مش هيحصل حاجة، لكن لو وترت الدنيا وزودت التوتر هتوتر كل اللي حواليها. وايه يعني؟ مش لازم خمس حاجات تتعمل في اليوم، كفاية حاجة واحدة، اتنين النهاردة واتنين بكرة. فاحيانا التوتر بيعلى بسبب عدم الادارة الصح. في مشاكل ممكن تتأجل، يعني واحد وزوج وزوجة قاعدين مهمومين وبيختلفوا وعايزين نروح نشيل الشهادات علشان الولد، الجامعات بقت غالية جدا فلازم الولد يخش جامعة، احنا هنتفاجئ بعدين ان هو مش شاطر، طب هنعمل ايه؟ وعمالين حاملين هم الموضوع، وتقول لهم الولد قد ايه دلوقتي؟ يقول لك الولد في تانية ابتدائي، بس احنا بنفكر للجامعة، لما يخش في الجامعة هيخش الجامعة ازاي؟ طب تانية ابتدائي اصله مش شاطر قوي فلازم نعمل حساب انه هيخش جامعة خاصة، طب احنا من دلوقتي هنقعد نشيل الهم ان شاء الله حد عارف اساسا هنعيش لغاية ما الواد يخش الجامعة ولا يحصل ايه؟ هو حد عارف حاجة؟ ليه تشيل الهم بدري قوي والموضوع مش محتاج منك كل الانفعالات دي؟ الموضوع ممكن يتأجل. فاحيانا في حاجات تتأجل، لا الموضوع ده مش دلوقتي، مش هعطي الهم دلوقتي. ما تردش رد منفعل وانت متوتر، برضو خدوا التدريب ده، تبص في تليفون جات لك مسج من واحد بيقول لك كلام ينرفز، تقول يا انا لازم اديله، تروح ردد عليه بكلام خناقه كبيره تحصل. طب ما انا في واحد في تدريب كده، خش في النوتس كده واكتب الرساله اللي انت هتكتبها بس ما تبعتهاش، اعملها هولد شويه كده، وبالليل لما تهدى كده فكر بقى ترد عليه ازاي، واقرا انت كنت كاتب ايه، هتلاقي نفسك ايه بتغير الرساله خالص، ان ما كانش في داعي للخناقه دي. ممكن اقول له لا اللي انت بتقوله ده مش صح، بدل ما نخش نخبط في بعض، لا كلامك غلط لان الموضوع ده كذا كذا، اي حاجه، يبقى رد هادي والحكايه تعدي من غير خناق. لكن وانت مضطرب ما تعملش رياكشن لان هيبقى غلط. احيانا الواحد بيبقى محبط ويحتاج لواحد يشجعه، يحتاج لواحد يشجعه. في واحد اسمه جدعون، تسمعوا عنه؟ جدعون ده كان في العهد القديم قاعدين في المعصرة بيخبط حنطة، بيخبط حنطة لأنه كان ممنوع إن هو يعني المديانين أول ما بيسمعوه بيعمل حاجة بيجوا على طول يدعكوا المكان كله ويبوظوا المحصول، إذا كان في القمح وإذا كان في المعصرة يبوظوا له. فهو راح في مكان بيعملوا فيه عصير عنب وعمل نفسه بيعمل حنطة عشان ما يفهموش إيه اللي بيحصل، يعني خايف جدا، يعني خواف. فظهر له الرب وقال له كلمة جميلة، قال له ايه؟ يا جبار البأس. قال له جبار البأس؟ يعني واحد مستخبي وقاعد بيعمل كده عشان ما حدش يشوفه جاي تقول لي يا جبار البأس انت بتتريق عليا؟ جبار البأس ايه؟ قال له لا انت جبار بأس، ده انت هيجي منك، ده انت هتخلص اسرائيل من المدينيين. قال له انا على فكرة بقى انا اصغر واحد في اصغر عشيرة، في اصغر سبط انا منفع. قال له بس انت ربنا هيكون معاك ما تخافش. وقد كان بالتشجيع، فالواحد وهو خايف بيحتاج لكلمة تشجيع مش لكلمة يعني تخلص عليه. زي أيوب لما كان قاعد تعبان جاله أصحابه عشان يعزوه، جم قالوا له إيه؟
معلش هو ربنا عادل، اكيد اللي يحصل فيك ده مش ظلم، اكيد انت عملت حاجات احنا مش عارفينها بس ربنا عارفها فعمل فيك كده. وعموما ده حنين، ده تشكره على اللي عمله فيك، كويس ان جت على كده. قال لهم معزين متعبون كلكم، ايه ان شاء الله مش ناقصكم. يعني انت واحد تعبان ما تروحش تقول له كلام يتعبه اكتر، زي ما انت تزور تروح واحد عمل حادثه بالعربيه وتقول سلامتك بس بصراحه انت سواقتك وحشه قوي تستاهل، هو ناقص معارف انه غلطان. فاحيانا وانت تعبان محتاج اللي يرفعك واللي يشجعك، مش اللي هو يعني ايه يكمل عليك. التشجيع، المسيح عمل كده ليه؟ كسب السامريه ما قالهاش بصراحه انا لو منك يعني اروح الدارق، سمعتك بقت وحشه قوي. اول ما قالت حته واحده صح قال لها بالصدق اجابتي دي حته كويسه قوي، ولاحظ انه امتدحها في حاجه حقيقيه موجوده، مش الف لها حاجه مش موجوده. انت بالصدق جاوبتي فانت كويسه قوي، فتشجعت وكملت الحديث وانتهى بيها الامر للتوبه. احيانا الواحد محتاج للتشجيع وهو محبط. اذا كنت من الخدام اشكر ربنا وقول له بقى ده انا ليا ميزه خاصه عندك، ده انا بخدم. في كورنثوس الثانية يقول ايه؟ اذ نحن عاملون معه. يعني ايه عاملون معه؟ اشتغل معاه. يعني لو واحد فيكم بيشتغل مع واحد كبير، يقول لك انا مع فلان، الناس كلها بتعمل لي حساب عشان فلان اللي معايا. طب احنا بنشتغل مع ربنا، الخدام كلهم بيشتغلوا مع ربنا. يبقى مفروض انت نفسك لما تكون عندك مشكلة ولا لما تكون قلقان ولا منزعج تقول هو انا وانا بشتغل مع مين؟ اللي بشتغل معايا دافع عني. نحن عاملون معه. عاملون معه يعني ايه؟ ايه نوع العمل بتاعنا؟ في اهم حتة في تشبيه كده بقوله، لو انا عندي مثلا 15 مصنع وانا المالك بتاعهم، وعندي ابني عيان في المستشفى في العناية المركزة، والدكتور اللي مع ابني معايا تليفونه، لو التليفون بتاع مدير مصنع رن والتليفون بتاع ابني رن بتاع الدكتور اللي قاعد مع ابني، انهي الاهم عندي؟ المصنع ولا اللي ماسك ابني في العنايه؟ طبعا اللي ماسك ابني. تخيل انت الخادم لما تكلم ربنا يرد عليك انت الاول ولا على اللي ماسك اي حاجه في اي حاجه؟ انت ماسك خلاص اولاده اللي هم بيحتضروا والشيطان هياخدهم وانت بتطلعهم بترجعهم لربنا، فشغلك مهم قوي. يعني طبعا الموضوع يعلى كل ما تكون كاهن او حاجه، ماسك اهم حته الناس اللي بتضيع بيرجعهم لربنا. فربنا اول ما تكلم ربنا تقول له انا، يقول لك ايوه انت، ايوه انت عايز ايه؟ مشكلتك ايه؟ ده انت ليك اولويه. ولذلك بنتعزى ان احنا بنخدم مع ربنا، الخدمه معزيه قوي، ان انا عارف مكانتي مين، انا عند ربنا. يمكن اي حد تاني ربنا يعني يتاخر عليه شويه، لكن مش هيتاخر عليا انا، ده انا بشتغل معاه. لما تكون انت السكرتير بتاع واحد مهم ممكن ما يردش على حد تاني، لكن السكرتير بتاعه لما يكلمه يبقى في حاجه مهمه. فنتعذب ان احنا بنخدم مع ربنا وبنتسند بيه ونطمن بيه. حاجه تانيه، لازم تصدق ان ربنا بيحبك وانه عايز لك الخير. واحد يقول لي بس انا بعمل حاجات وحشه وانا دلوقتي اكيد ربنا هينتقم مني، اكيد مش مسامحني. تبقى عامل حاجات وحشة ورايح تقدم على شغل ومتوقع انك يعني تاخد ريفيوز ومفيش حاجة تمشي لان ربنا مش مبارك لك، فتتفاجئ ان ربنا مبارك لك قوي، تقول ايه ده؟ هي الحكاية ماشية ازاي؟ ده انا كنت فاكر ربنا هيعاقبني. الحقيقة ربنا بيحبنا، وبولس الرسول قال ايه؟ ان كنا غير امناء فهو يبقى امينا لن يقدر ان ينكر نفسه. مش هيقدر ينكر نفسه عشان احنا مش كويسين، هيفضل كويس معاك حتى لو انت مش كويس. ان كنا غير امناء يبقى امينا لانه الله يقدر ان ينكر نفسه. يصنع، دي جت في سفر ميخا، تصنع الامانه ليعقوب والرأفه لابراهيم. يعقوب كان غشاش ومش كويس وبرضه ربنا امين معاه وفضل لغايه في الاخر ما بارك له. ابراهيم ضعف مره وقال لساره نقول ان احنا اخوات، ولو يعني ابي مالك يقعدك عنده في القصر بتاع النساء بتاعه ما يجراش حاجه ليله ولا حاجه، يعني بيتاجر في مراته. ومع ذلك ربنا
ضرب ابي مالك بضربات. قال له انت ازاي تقرب على مراته مش عارف انها مراته؟ قال له ده ضحك عليا، قال له انها اختي، قال له دي مراته ياك تقرب عليها. قال له طيب، قال له طب والعقاب اللي انت عاقبتني بيه انا واهل بيتي كلنا عندنا عقب. قال له ابراهيم يصلي لك. شوف ربنا بيكرم ابراهيم ازاي وهو في حاله سقوط. المفروض دلوقتي ابراهيم مكسوف من ربنا، يقول له انا برضو اللي اصلي له رب بعد العمله اللي انا عملتها دي؟ يقول له ايوه انت اللي تصلي له برضه، هو انا رفضتك يعني عشان عملت حاجه غلط؟ حتى وانت في موقف ضعف بحبك. فوانت محبط ومتضايق الشيطان بقى يزود عليك المخاوف، يقول لك ايوه هتضطرب على دماغك، مش انت بعيد عن ربنا كمان؟ لسه ده فرصه بقى، ده انت وقعت وربنا جهز لك. لا ربنا مش كده خالص. ربنا مثلا بيبص للنص اليمين وهو بيسرق ويقول له على فكره انت هتبقى كويس قوي. كويس قوي ازاي؟ ده حرامي. يقول له معلش انا باصص للي هيحصل بعد شويه، اصل انا عارف مسبقا اللي هيحصل، هتيجي على الصليب كده تبقى اول واحد تخش الفردوس. يبص مثلا لشاول وهو عمال يعذب في المسيحيين ويحطهم في السجون، يقول له بس انت على فكره هتبقى حاجه كبيره قوي. كبيره ايه؟ مش باين لها. الله ينظر الينا بعين ما سيكون، مش بعين ما نحن فيه. حتى واحنا مش كويسين دلوقتي يقول لك بس انت هتبقى كويس قوي، انا شايف ان انت كويس قوي. كويس ايه؟ فصدق ان ربنا بيحبك، وصدق في الوعود الالهيه. يعني ايه الوعود الالهيه؟ ده مدرسه. تفتح المزامير تلاقي كلام كتير قوي لازم نبقى حافظينه ونحطه قدامنا كل ما تكون متضايق. القي على الرب همك فهو يعولك، لا يدع الصديق يتزعزع الى الابد. احفظوا الحاجات دي على طول وكرروها. القي على الرب همك. حافظين الايه؟ تعالوا الي يا جميع المتعبين. بس على فكره احنا بنسيب النص اللي بعدها، النص اللي بعدها احملوا نيري لان نيري هين وحملي خفيف. احنا عايزين بس نيجي ونرتاح، بس مش عايزين نشيل النير. دايما بناخد الجزء الحلو من الايه ونقفل على كده. بكملوا الايات هتلاقوا دايما في حته حلوه وفي حته ليك وحته عليك. مثلا ايه سلامي اترك لكم سلامي انا عيسى اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. في ايه جميله في انجيل مرقس يقول لك ان كنت تستطيع ان تؤمن فكل شيء مستطاع للمؤمن. ان كنت تستطيع ان تؤمن فكل شيء مستطاع للمؤمن. حافظين بولس الرسول لما قال استطيع كل في ايات كتير قوي، والمزامير مليانه كلام جميل. يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ولذلك لما يكون الانسان مضطرب من اجمل الحاجات انه يتمعن في كلام المزامير. يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك، يرسل لك عونا من قدسه، يستثمر محرقاتك الى اخره. صالح ان هو الرب في يوم الضيق وهو يعرف المتوكلين عليه. فاكرين موقف مريم والعذر؟ قال لها ألم أقل لك إن أمنتي ترين مجد الله؟ آمن بس ومشكلة هتتحل. وأنا مش شايف لها حل، شكلها بتتعقد. إن أمنتي ترين مجد الله، هو عشان مات خلاص؟ حتى لو ماتها صحي، حتى لو كان وصل الأمر إنه مات، أمني ترين مجد الله. فنقدر نحط قدامنا الوعود الإلهية كمدرسة ونثق إن في رجاء، مش إن الموضوع خلص. في سفر حبقوق هحكي لكم ملخص سريع قوي لسفر حبقوق. حبقوق ده كان شايف الشعب بيظلم نفسه، كل واحد فيهم، الغني بيظلم الفقير. فصلى ربنا قال له يا رب هتفضل ساكت على الظلم ده؟ ناسنا منهم فيهم بيظلموا بعض. قال له ما تخافش، هجيب لهم ناس من عند بابل هيظلموا كله، الظالم والمظلوم. قال له يا نهار ابيض، يعني انا بشتكي لك ان هم بيظلموا بعض، تروح تجيب لهم واحد يظلمهم كلهم وده برضه حل يا رب؟ قال له لا، ما انا كمان الناس اللي هيظلموهم دول مش حاسبهم، هيجي وقت وهحاسبهم، بس هيكون ولادي تأدبوا. اما الناس اللي اتظلمت فتاكد ان ليهم مكانه كبيره في السماء. فراح في اخر الاصحاح يقول ايه؟ في اخر الاصحاح يقول ايه؟
في حبقوق 3 يقول لك مع انه ما فيش حاجة كويسة انما انا مطمن، مع ان انا شايف ان ما فيش حاجة كويسة، يعني ما فيش حاجة بتقول، ما فيش حاجة بتبشر بالخير، بس انا مطمن يا رب ان انت مدام موجود حتى ان جبت الكلدانين دول وقدبونا فانا مطمئن ان انت هتتدخل. صحيح يا رب المشكلة مش هتتحل انك انت تنجينا من الكلدانين، لكن هتخليني زي الايائل بتجري على الجبال. الايائل دي هي الحاجة الوحيدة اللي تعرف تجري على الجبال، يعني لما تكون الارض جبال محدش من الحيوانات التانية يعرف يمشي عليها، بس الايائل بتعرف تعمل حاجة انها تنط وتقفز كده وتعدي على الجبال. ففي اخر الايات بيقول شوف يا رب هتخليني عامل زي الايائل، هتخليني انط على المشاكل كده. صحيح مش هتحل المشكلة، لكن هتخليني اعرف اتعامل معها بطريقة تانية. انا متشكر يا رب، مع ان ولا الزرع بيطلع زرع ولا الكروم بتطلع ولا المحاصيل بتيجي، يعني مش ما فيش اي بوادره خير، لكن انا متاكد ان انت هتعرف تحل لي الموضوع. ولذلك اذا كنت محبط قوي ثق في قدره الله وثق في الوعود الالهيه. القناعه والاحتفاظ بالتواضع حاجتين مهمين قوي يخلوا الواحد دايما مفقدش سلامه. هو ايه الواحد بيفقد سلامه ليه؟ يا فلان عنده وعنده وعنده وانا ما عنديش، مش عارف اعمل، تلاقيه شد. عارفين دي حصلت مع مين؟ اخاب. فاكرين اخاب؟ كان ملك بس في حته حقل مش بتاعه، فقد سلامه. انا عايز الحقل ده، قال له تديهوني، قال له لا، روح على مراته دخل لها وهو متنكد، مالك انت مالك متنكد ليه؟ قال لها مش عايز يبيع لي الحقل، شفت المصيبه اللي انا فيها؟ قالت لي يا سلام انت مالك انت، نجيب له شهود زوره نموته، وبالشر ظلموه وقتلوه وخدوا الحقل، رجع له سلامه؟ لا خلاص. رجع الي قال له زي ما الكلاب لحست دمه ظلمته هتلحس دمك، جمله مشهوره، ولا رجع له سلامه ولا حاجه. ما كان ممكن يبقى عنده قناعة يقول يعني بناقص الحقل ده. وكتير مننا بيضطرب عشان بيشوف حاجات مش في مستواه ونفسه يحققها وبيعيش تعبان، مع ان اللي انت فيه، عارفين التريمة اللي بيقولوها الاطفال، اللي عندك ده حلم كتير لناس كتير. احنا نشكر ربنا قوي على حاجات، ساعات التطلعات وعدم القناعة تخلي الواحد فقد سلامه. ايضا الانسان المتضع محتفظ بسلامه. ازاي؟ مرة حصل موقف جميل مع بطرس الرسول. بطرس الرسول المسيح قال له ارمي الشبكة، رمى الشبكة، الشبكة جابت كلها سمك. فلما السمك ده كله طلع قال له ايه ده معايا انا بتعمل كده؟ انت ما تعرفش انا مين، ده انا ما استاهلش، اخرج يا رب من سفينتي، ده انا وحش قوي، ده انا راجل خاطئ، انا ما استاهلش تعمل معايا المعجزة دي. لا لا، كان متضع قوي. بعد شوية حصل ايه؟ يقول له لو انكرك جميع الناس انا مش هنكرك. فين الاتضاع اللي كان عنده والاحساس بعدم الاستحقاق؟ كان في الاول بيقول له انا ما استاهلش، اطلع من السفينه بتاعتي دلوقتي، على فكره انا غيرهم كلهم بقى، لو كلهم انكروك مش انا. قال له طب ايه رايك، ما حدش هينكرني الا انت. فقدان الاتضاع يؤدي الى انزعاج. فاكرين مين برضو اللي فقد اتضاعه؟ كان في واحد فلاح اختاروه يبقى ملك، وصموئيل خده مسحه ملك اسمه ايه؟ شاول. وبعدين وهم بيرسموه طقس انه يبقى ملك، الناس ابتدت تتريق عليه، هو ده حتة الفلاح ده هيبقى ملك وده اللي هيحكمنا وسط الشعوب، واحتقروه. فهو بالتضاع قال ايه؟ عندهم حق، هو ينفع ابقى ملك؟ انا مش عارف الموضوع ده جه ازاي، انا فعلا ما ينفعش ابقى ملك. عندهم حق. يقول لك وكان كأصم، سامع شتمته وما تضايقش. بعد شوية حصل ايه في شاول؟ حافظ على هذا الاتضاع. جت الستات لعبت دورها وغنت لداود، قالت له انت عملت ربوات وشاول الوف. قال انا يسيبولي الالوف وهو ربوات؟ ابتدى يغير من داود. من ساعة ما الغيرة دخلت عنده ونفسه عليت في نفسه وفقد اتضاعه، ما شافش سلام لغاية ما مات. قضى بقيت حياته عايز يموت داود وناسي كل حاجة ولا هدف له غير انه يموت داود، وفقد اتضاعه، فقد اتضاعه خالص.
وفقد سلامه معاه. فأحيانا إن الواحد يتضع ويقتنع بقناعة يرجع له السلام بتاعه. اقتنع ان كل ما يحدث للخير حتى لا تضطرب امام كل مشكلة وكل ضيقة بتحصل، كل ما يحصل للخير، يحصل اللي يحصل كله خير. احكي لكم موقف من سفر اعمال الرسل اصحاح 5 وشوفوا ايه الخير اللي جه من وراه. كل ضيقة وضيقة وراها بركة، ولو تطبقوا على اي موقف هتلاقوا نفس القصة. مرة مسكوا الرسل كلهم بعد ما المسيح قام من الاموات خلاص بقى، وابتدى اليهود والشيوخ بتوع الكتبة والفرسيين ورؤساء اليهود متغاظين ان الناس كلها عايزة تمشي ورا المسيح، هيعملوا ايه؟ هيلموا كل بقى اللي اتباعه. هم كانوا قاعدين خايفين في العلية والمسيح ظهر لهم وتشجعوا، راحوا لموا الرسل كلهم الاتناشر تلميذ حطوهم في السجن. يعني عشان تتصوروا كده المجمع المقدس كله تحط في السجن، دول البطاركة يعني كلهم اتحطوا في السجن. يعني حاجة تخض ولا ما تخضش؟ كنيسة كلها في خطر. طب ربنا هيحافظ على الكنيسة ازاي؟ حصلت معجزة، معجزة كبيرة. ملاك دخل لهم السجن وطلعهم، والحراس واقفين على الباب بره وكله تمام وما عرفوش الموضوع ده حصل ازاي. فخرجوا وقال لهم يلا روحوا الهيكل وبشروا. فخرجوا على الهيكل وراحوا يبشروا في الهيكل، وابتدوا يبشروا في الهيكل. جم بقى كتبوا الشيوخ الصبح، روحوا هاتوا الناس دول عشان نديهم محاكمة ونعمل اعدام. فجابوهم ما لقوهمش، بعتوا ناس، حصل اضطراب. جم الناس يقولهم على فكرة احنا مش لاقين حد، بس الابواب مقفولة والحراس واقفة بره ومفيش حد جوه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني راحوا فين؟ بعد شويه جه واحد تاني قال لهم على فكره عارفين هم فين؟ هم في الهيكل دلوقتي وبيبشروا. بيبشروا في الهيكل؟ مش احنا كنا حاطينه في سجن؟ ايه اللخبطه دي؟ ايه اللي حصل؟ مش فاهمين ايه اللي حصل. جري وراهم جابوهم من الهيكل. بس جابوهم ازاي؟ يقول لك بلطف، مش بغير عنف. قالهم تعالوا بس عشان لو سمحت تتكلموا رؤساء الكهنه عايزينكم، خايفين من الناس. فنادوهم، عارفين بطرس الرسول قال لهم ايه؟ ايوه يسوع اللي انتوا صلبتموه وانتوا اللي كنتوا السبب، هو ده اللي اقاموا الاموات وهو ده اللي بنبشر بيه وهو اللي اقاموا الرب. قال لهم كلام شبيه بالوعظه اللي كان قالها وجاب فيها 3000 واحد، كلام كله جراءه. تعالوا نبص في بعض الايات كده. فالقوا ايديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامه. ادي ضيقه اتحلت ازاي؟ الضيقه دي معجزه، ملاك دخلوا طلعوا. كلنا احنا عايزين النوع ده من المعجزه. يعني اول ما يبقى عندنا مشكله كبيره ينزل ابو سفين يخلص الموضوع. مش دايما يحصل كده، بس ساعات يحصل كده اذا لازم الامر. ومن تلت فتيه في اتون النار، مش ربنا نجاهم بالطريقه دي؟ بنفس الطريقه دي ربنا نجاهم. بولس وسيلة برضو كانوا في السجن، فاكرين لما حصل الزلزله؟ لما كان بولس وسيلة عمالين يسبحوا في نص الليل في فيليبي، فاكرين القصه دي ولا لا؟ بولس وسيلة كانوا في السجن الداخلي في فيليبي وكانوا بيسبحوا. مرة الشماس الله أراها قال لك وكان بولس وسيلة يصليان ويا سبحان الله. هي ويا سبحان الله مش يا سبحان الله، يعني سبحان الله يعني إيه؟ يعني هم ناس في السجن وفرحان. وبعد شوية برضو نفس المعجزة، الملاك راح عامل زلزلة وطلعهم من السجن. مش طلعهم من السجن، بقيت القصة لما قالوا ما تخافش احنا ما متناش. انما في معجزة ممكن تحصل. طب ده طريقة، مفيش طريقة تاني؟ لا في. بعد شوية لما ندوهم يحكموهم فقالوا احنا نموتهم، ربنا ينجيهم ازاي؟ طلع واحد من المجمع معتبر عند اليهود اسمه غملائيل، وكان كلامه ليه تأثير، واحد منهم. فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غملائيل معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب، وامر ان يخرج الرسل قليلا. قال لهم طلع الرسل بره، انا عايز اقول لكم كلمتين. فلما طلع الرسل بره فلما طلع الرسل بره
قال لهم بصوا يا جماعه انا اقول لكم حاجه، كان في واحد زمان اسمه سوداس، واحد اسمه يهوذا الجليلي. سوداس ده لم الناس حواليه بتاع 400 واحد كده، وفي الاخر كان فاكر نفسه حاجه وعمل له شيعه كده، وفي الاخر طلع كلام فاضي ومات، واللي معاه كلهم تبددوا. وفي واحد تاني اسمه يهوذا الجليلي، ده يعتقد انه كان موجود ايام اكتتاب المسيح، برضه لم الناس حواليه وقال ان هو يعني موضوع كبير وزي هيعمل اتباع، وفي الاخر برضه تبدد لانه كان اي حاجه. بصوا يا جماعه، اذا كان الناس دول بيقولوا اي حاجه يبقى الموضوع هيمشي لوحده، مفيش داعي ان احنا نموتهم ونهيج الدنيا وما تعملوش حاجه. بس خلوا بالكم بقى، لو الناس دي كانت من عند ربنا يبقى احنا كده بنقاوم ربنا. بصوا الدفاع بتاعه قال لهم ايه. قام سوداس قائلا عن نفسه انه شيء، وجميع الذين انقادوا اليه تبددوا وصاروا لا شيء. وبعده قام يهوذا الجليلي في ايام الاكتتاب وازاغ وراءه شعبا غفيرا ايضا هلك، وجميع الذين انقادوا اليه تشتتوا. والان اقول لكم، ده غملائيل بيكلم بتوع المجمع، تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوهم، إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناموس فسوف ينتقد، وإن كان من الله فلا تقدرون أن تنقضوه لألا توجدوا مقاومين لله أو محاربين لله. يبقى ساعات ربنا يتدخل إن يجيب لنا واحد مش مننا يدافع عننا، فالموضوع خلص. لا، الموضوع ما خلصش. فراحوا عملوا لهم محاكمة، وبدل ما يطلعوهم براءة ضربوهم جلدوهم وقال لهم ياك بقى تجيبوا سيرة المسيح. مش احنا قلنا لكم ما تجيبوش سيرة المسيح؟ هما كانوا قالوا قبل كده الكلام ده ليعقوب ويوحنا، كانوا مسكوهم مع بعض وضربوهم وقال لهم ما تجيبوش اسم المسيح. دلوقتي مسكوا ال 12 وقال لهم مش قلنا لكم ما تجيبوش اسم المسيح، بس بعد ما ضربوهم جلدوهم. طب يا رب، انت لما تدخلت مره بمعجزه وطلعتهم بمعجزه، ما كنتش قادر تعمل كمان معجزه وتعافيهم من الضرب ده؟ يعني ينفع الضرب ده؟ ليه البهدله دي؟ ما انت عملت معجزه، كمل جميلك بقى وياخدوا براءه. وطلعت واحد دفع عنهم واقتنعوا، بعد ما اقتنعوا يضربوهم برضو وتسيبهم برضو يجلدوا، هتتدخل ازاي المرة دي؟ هم اتجلدوا. عارفين حصل ايه بعد كده؟ فلما اتجلدوا حسبوا، خرجوا فرحين لانهم حسبوا مستأهلين ان يتهانوا من اجل اسم. اتجلدوا بس كانوا مبسوطين. التدخل الاخير انك تبقى مبسوط في الضيقه، الضيقه ما تتشلش. وكان يقدر يشيلها بمعجزه اول مره اذا كان الملاك ظهر وطلعه. سابهم يتجلدوا وقال لهم على فكره انا هكون معاكم، فكانوا فرحانين بهذا الجلد. فساعات ربنا يحصل كده، ما يحلش المشكله لكن يتواجد معاك في المشكله، وتشوف ايد الله في المشكله وتبقى فرحان. زي ما بيقولس الرسول عبر في كورنثوس الثانية وقال ايه، لانه كما تكسر الام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكسر تعزيتنا ايضا. تدخل الثالث تعزيهم فرحانين. بعد كده خلاص خلصت المشاكل والضغوط اللي على الكنيسة من اليهود، وابتدوا ينطلقوا في الكرازة ويبشروا، ابتدوا يتخانقوا من جوه. الناس في مسيحيين من اصل يوناني وفي مسيحيين من اصل يهودي. اللي من اصل يوناني بدي يقولوا الأرامل بتوعنا مش بيتعاملوا معاملة اليهود، بيغفل عنهم في الخدمة اليومية. ادي مشكلة بقى، يعني عارف بطلنا ضغوط من برة، ابتدينا احنا ناكل في بعض من جوه. كلهم متنصرين، يهود متنصرين من اصل يهودي ويهود متنصرين من اصل يوناني، ابتدوا يقولوا لا احنا مش بنتعامل معاملة زي بعض، نتعاملوا اليهود اللي من اصل يهودي احسن. طب المشكلة دي تتحل ازاي؟ ربنا ادى حكمة للرسل وعملوا نظام لسه موجود لغاية النهاردة اسمه نظام الدياكونية. فرسموا شبع شمامسة وقالوا دي مش شغلتنا احنا بقى، الرسل دول زي البطاركة، مش معقول البطاركة يقعدوا يشوفوا مين كل ايه ومين ما كلش ايه، دي شغلانة يعملها حد تاني برتبة اقل. فعملوا رتبة الشماسية اللي هي الدياكونية، اللي هو شماس وارش دياكون، اللي هم منهم كان استفانوس السبعة شمامسة. فحتى المشكلة اللي حصلت دي طلعت لخير الكنيسة، طلعت منها نظام معمول بيه لغايه النهارده ان هو نظام الشمامسه. يبقى عشان اما تلاقي نفسك مضطرب وفي مشاكل، اذا ربنا حلها بمعجزه ادينا بنشوف ايد الله، اذا ربنا خلى حد يدافع عننا بنقول برضو بنشوف ايد ربنا، اذا اتجلدنا يبقى هيبقى معانا في ربنا في المشكله وهنفرح بالحل.
هنفرح بإيده معانا جوه التجربة. وإذا في مشكلة تانية حصلت يبقى من وراها بركة أخرى. ولذلك ينبغي ألا نضطرب. زي الترنيمة بقى اللي كنا بنقولها، لازم نتذكر أن الذين معنا أكثر من الذين علينا. يعني إيه؟ كان في إليشع مرة تحصل حرب ما بين ملك سوريا وملك إسرائيل، كل شوية حرب ما بين الاتنين. وبعدين إسرائيل دايما كأنها عارفة ميعاد هجوم سوريا، سوريا تهجم تلاقي الجيش مستنيها. فملك سوريا وقف مع الناس بتوعه قال لهم بقول لكم ايه، في واحد فيكم خاين، مش كل مرة نهجم على إسرائيل نلاقيهم عارفين الميعاد، بنغير المكان ونغير الخطة ونغير الميعاد ونروح نلاقيهم عارفين. مين اللي بيبلغ؟ قالوا ما فيش حد بيبلغ، هم عندهم إليشع، إليشع ده رجل الله بيعرف كل المواعيد ويبلغ. قال لهم يعني احنا بنحارب إليشع مش بنحارب جيش. قالوا اه بنحارب إليشع، هو لو خلصنا من إليشع. قال لهم طيب، خد الجيش كله وحاصر قلاية إليشع. إليشع ده يعني قاعد زي راهب متوحد كده في قلاية بره ومعاه تلميذه. فتلميذه قال له ايه، شاف الجيش بره كله جه، قال له اعتقد ان احنا يعني الحكاية. قال له ايه يا ابني انت خايف؟ قال له طبعا خايف، مش جيش هيحاربنا؟ قال له ربنا يكشف عن عينك. ربنا كشف عن عينه، بص لقى الجبل مليان ناس ماسكه سيوف ناريه. قال له مين دول؟ قال له دول اللي بيحاربوا معانا. قال له لا، اذا كان كل دول معانا مش مهم اللي بره دول. فمجرد ما شاف مين معانا هدي واطمن. فخرج إليشع وصلى ان الناس تضرب بالعمى، اتضربت بالعمى. قال لهم عايزين ايه؟ إليشع طب تعالوا معايا. خدهم مشي كده كل واحد يمسك في جلابية التاني لغاية ما دخلهم المدينة وحطهم في الميدان. فتح يا رب عينيهم، عينيهم فتحت لقوا الجيش الإسرائيلي محاصرهم. يقول له اضرب يا أبي، تحب موتهم لك؟ قال له لا لا لا، أكلهم وشربهم ومشيهم، وصار سلام ما بين سوريا وإسرائيل بعد القصة دي. إنما مجرد نشوف مين معانا نطمن، زي ما كنا بنقول مين معانا، معانا ناس كتير قوي. كان البابا كيرلس في وقت من الأوقات الكنيسة بتمر بأزمات، وكان بيصلي العيد وهو مضطرب جدا أو يعني متضايق أو حزين. جه مريمينا وقف جنبه، ووقف جنبه وقلده كده وهو مكشر، فهو مش عايز يضحك يعني عشان إحنا في الصلاة. ففي الآخر راح مرمينا خبطه كتف، قال له متضايق ليه؟ ما كلنا معاك، عات الهم إيه؟ إحنا كلنا معاك. فقصة ما بيحكوها عن بابا كيرلس من تلميذه، فمعناها انه يجب ان نتذكر احنا مين معانا عشان نهدى. والعذراء ام النور، وانتوا هنا في كنيسه العذراء، اختم بالقصه دي. كان في واحده قاعده في الدور الارضي، بنت صغيره عايشه لوحدها. ففي يعني شاب عارف انها عايشه لوحدها، فرايح عايز يكسر الشيش وينط عليها. فهي حاسه كده بحد بيلعب في الشيش بالليل ساعتين وهي نايمه، فبتقول ايه، بتستنجد بالعذراء يعني. وبعدين بعد تاني يوم راح زارها، قال لها انا عايز اعرف حضرتك حاجه، انا كنت كل ما اجي، انا بصراحه كنت عايز يعني اعمل حاجه مش كويسه معاكي وانط من الشيش، كل ما اجي تجيلي واحده ست لابسه ابيض نوره تضربني وتقول لي اياك تيجي هنا، بس كان في حضرتك كنت بتقولي حاجه، هو طبعا مش مسيح، حضرتك كنت بتقولي حاجه، انت كل ما تقولي طفي النور هي كانت تيجي. مش عارف ايه طفي النور اللي بتقوليها دي، اتريها كانت بتقول يا ام النور تروح جايه له، ايه الحكايه؟ كل ما تقولي طفي النور تروح دي جايه لي وتقول لي مش عايز اشوفك هنا. فانا جاي اعتذر وجاي افهم الموضوع يعني، وموضوع طفي النور ده طلع يعني استنجاد بالعذراء يعني. ففعلا الاستنجاد بالقديسين وبالعذراء ده 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 نافع جدا جدا. الخص بقى الكلام كله 4-5 كلمات يعني: التوبه، الاعتذار، صدق ان ربنا بيحبك حتى لو انت مش كويس، اتاكد ان اللي معانا اكتر من اللي علينا، تذكر كل الوعود الالهيه، اذا كان في ضيقات ثق انها هتكون للخير، احتمي في قدره الله اللانهائيه، وتشجع ولا تدي ودنك للناس اللي هي بتكمل عليك في الإحباط. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، أمين. زهقتوا؟
بيقول حتى لو انا الحت ربنا يغفر لي. طبعا اي حد ليست خطيه بلا مغفره الا التي بلا توبه. انا اشكركم واشكر الاجتماع الجميل ده اللي انا بحاول احضر معاه في كل اجازه حسب وقتكم وحسب وقتنا. اشكر ابونا مرقص على محبته. الحقيقه سيدنا بعد كل الحب الجميل ده اللي اداهولنا، بعد كل الكلام الرائع اللي سمعناه، الحقيقه اعتقد كلنا هنطلع من هنا مبسوطين. معانا القديسين، معانا الملائكه، معانا سيد المسيح يسكن في قلوبنا. سيدنا بنشكرك، بنشكر نيافتك كتير لانك اديتنا تاني الفرحة وسط يمكن جو مشحون بالكآبة. يعني بنسمع اخبار مش حلوة، انما لم بعد المحاضرة الجميلة دي احنا كلنا مبسوطين. ودليل انبساطنا جورج هيقول لنا حاجة ترنيمة، قبل بيت من ترنيمة او عدد من ترنيمة كده قبل ما سيدنا يغادرنا. نطلب من سيدنا قبل ما يمشي، نطلب منه كلنا وانا بالنيابة عنكم، سيدنا احنا لينا لقاء في كل زيارة نيافتك تجيها القاهرة. انا نفسي اجي معاكم ونقعد نرنم، بس مش لازم وعظ، انتوا زهقانين وعظ. احنا نسعد بنيافتك في اي حاجة. نجي لكم مرة ونقعد نقول ترانيم بس، ممكن تسبحة. هتقول لنا حاجة؟